بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهديكم إخواني بهذه المناسبة العطرة ولادة خير النساء فاطمة الزهراء راضين شفاعتها في الدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد. لسيدة النساء نذرت عمري وأهديت السنين إلى ربها وأوكلت الكبائر والمعاصي إلى لطف القسيم يبت فيها وأدنيت الذنوب إلى صلاة فما أزكى الصلاة على أبيها صلوات. إذا اضطربت حياتك بالرزايا ولم تجد الطريقة للوصول فمالك غير آل البيت حل فعجل في الصلاة على البتول صلوات. هل جوابك الليلة إن شاء الله نهني الإمام الحجة بهاي الليلة بارك الله فيك؟ أقول لك هاي أبوها جاوبني زهراء، أقول لك من تنسبوها جاوبني زهراء فاطمة، فاطمة زهرة النبي بارك الله فيك. هاي أم أبوها زهراء من تنسبوها، هاي أم أبوها من تنسبوها صلى الله عليه وسلم.
I'm not.
قالت لبيتك الأول
بفلسطين. أهديهم إلى كل إنسان طيب القلب وابتسامة دائما على وجهه، وأكو بعض الناس يستغلون هذه الحالة، إلى كل إنسان انظلم وما حد وقف وياه وما قدر يدافع عن نفسه. ليش نصرف كل من يظل مخلوص؟ ليش نصرف كل من يظل مخلوص وعند الرمع مرتضى شام نبوس؟ ليش الدين عندنا مطبر ومشبوس ودين المختار جافينا؟ السهرة تقل منها الجار قبل الدار، السهرة تقل منها الجار قبل الدار، واحنا اللي وقع عندنا يظل محتار، واحنا اللي وقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.